يقول طير مدري ايش. طيب دقيقة اطير واضغط زد هذه كذا يعني. اوووو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب ماريو ميكر. لي فترة مرة ساحب على اللعبة وأتوقع أن الأغلب كان يعرف ليش. كان لازم أني ما ألعب ألعب تعصبني عشان كان عندي حساسية وكلام كثير، بس الحمد لله الآن عدت على خير وأقدر أن انجلط براحتي. للأسف يا شباب أن في خبر محزن وأتوقع أن الأغلب راح يدعسني عليه، وهو أنا أعلن في هذا الفيديو أني ما راح أقدر أخلص مرحلة سعود. يا جماعة المرحلة بيض وفيها أشياء ترفع الضغط. جلست أتدرب عليها تقريبا أسبوع، بس في أماكن تجلط مرة ما قدرت أتحمل، مع أنه في ناس كثير خلصوها لكن أنا خلص ما أستسلم. فأنا آسف الآن المستوى طايح مرة لأن لي فترة ما ألعبها. راح أجرب مراحلكم، إذا كان عندك مرحلة اكتبها لي في الهاشتاج في تويتر ميكرتكس. شكرا شكرا مرة على 3 مليون مشترك، الله يسعدكم. وإن شاء الله في فيديو بسيط مرة يوم السبت راح ينزل أشكركم في زيادة وكذا. ما طول عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نندعس. أول مرحلة شباب من عبد الله يقول السلام عليكم يا بندر، هذه أول مرحلة من تصميمي أنا وأخوي سعود. مرحلة سهلة وبسيطة ينفع تحمي فيها. لعبوا المرحلة مساكن اثنين وما حد فاز فيها، فلذلك يلا إن شاء الله إني أفوز. شكلها إيزي مع ان سعود يخوف لكن يلا. اوه ماي جاد اوه ماي جاد، من جدك هذه نحمي؟ والله لي فتره ما العب. اوكي بسم الله. ما مت لسه، ما مت. يا سلام. طيب شوفوا تطلع فوق هنا في حاجه سريه واضحه. ايش؟ اوه ماي جاد ما شفت النار. طيب ها 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 على شيك برضه ممكن كذا وبعدين ابتعد. دقيقة لا لا واضحة هذه الحركة. شوف كيف راح اجيب اشياء سرية زيادة. اوكي بس كذا. اوكي اهم حاجة اني طلعت شيء سري. طيب اوه هذه لازم انتظار فيها. اوه ماي جاد يا الجلطة. واو راح انتظر كل مرة كذا لو مت. يلا اهنيك على الجلطة. طيب يلا. اوه ماي جاد بي سويتش. طيب سريع سريع سريع. ايوه حلو حلو. لا مو مره مضبوطه. اوه لا دقيقه في مشروم هنا هنا. ها مشروم ما في. طيب دقيقه دور لك هنا اي شيء. ما في ولا حاجه سريه. طيب اقدر اجلده ايزي هذا. اوه ماي جاد اوكي ما ادري ايش اللي صار. ليه فتره يا شباب ليه فتره ترون عشان كذا ما انا حاسب التايمينج بالضبط. ايوه حلو. شوفوا ايش فوق فيه يوشي وش كثير كذا سوا. يا سلام اوكي يلا. ايش بعده؟ اوه تشيك بوينت. ديم اوكي والله مضبطنا الرجال. ظلمتك انا في البداية. التصميم رهيب حق المرحلة. طيب زي كذا توقعت اصعب يا شباب يعني. شوف هذه حتى ما راح التزم. شوف كيف. اوه ماي جاد هذه حركات المحترفين يا شباب. ما تعرفوها انتم، ما تعرفون هذه الحركه. تشوف ثاني. هي راح اقدر اخلص المرحله بدون ما اموت. اول موته بتنحسب طبعا. يلا يلا سريع 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 سريع. اوه المفروض كان اضغط واحد واشيل واحد ولا لا؟ لا يا يوشي لا لا. والله اني ناقص، والله اني نقصت يا جماعه. الحمد لله هو في تشيك بوينت. اشكرك على المرحلة الحلوة هذه. طيب يلا يوشي يقص زي الناس يا خالد. ورع لازم اتخلى عنه. طيب ها خلاص واضح انه خلاص ولا لا باقي. اوه ماي جاد ياهو يا اخي والله انك سب امها. انجلط من ذا. ها ابلع بس ابلع بس اجلدك تسوي لي الدوران. خذ لك يلا يلا. خلاص ولا شكلها خلاص. خلصنا
اول مرحله والله التصميم رهيب اهنيك صراحه. شوف 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 الاحتراق بس شوف الاحتراق. راح انقص كذا. ايزي. لا خلاص خلاص. طيب مرحلة حلوة وفتحت نفسي الماريو، يلا نروح للمرحلة اللي بعدها. طيب يا شباب المرحلة اللي بعدها أعطانا وور كراي، يقول المرحلة هذه بتعلمك دروس الحياة كلها. ديم اسم المرحلة ديف سترول كاسل أدفنشر. لعبوا المرحلة 569 واللي فازوا فيها يعني نسبة الفوز 1%. ها يلا بسم الله. مع انه من العنوان واضح ان المرحلة بيض كلها شكلها ترول. ترول يعني يحط لك مربعات وذا. ايش فيه؟ دقيقة ايش اسوي؟ انقز اخذ المفتاح سريع وبعدين او ماي جاد. شكله استخدمه عشان ارجع. شوف شوف اخذ ذا المفتاح سريع. ياهو ايزي ايزي خلوا ينقلع. لا 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 كم واحد كم احسبه بس واحد اللي حينطلق يعني. بس خلاص خلي واحد يمشي عادي. كذا ايزي. خلاص هذه المره عرفت الحل، خلوا ينقلع وانا الحقه تمام. واه شوف كيف شلت. يلا اللي بعده. طيب نقز هنا. او ماي جاد. طيب كذا ايزي وبعدين ايزي. يا حيوان. او ماي جاد المرحلة هذه حتكون جلطة، حتكون جلطة من جد. طيب رجعنا خلوا ينزل. ايوه يوهي ليش ما ارتفع مرة؟ هذه المرة التركيز التركيز بس يا بندر. شوفوا راح انطلق على طول. يا السرعة. طيب يقول لي انزل سهم، بس سهم هذا واضح انه الموت، فتنزل هنا تفوز. تحريات. والله انه صدق الرجال. دروس في الحياة انه لا تثق في اي شيء. شوف كيفه. ها انطلق انطلق ايزي. يهو غلط ليه؟ يقهر يقهر اللي مسوي المرحلة. لن اعصب يا شباب، لن ادعكم تخلوني اعصب. لن اعصب هنا صح. ايوه اوكي. طيب يلا ندخل الباب ذا. ها انتبه انتبه يا حيوان. حشرني حشرني. تبا لك تبا لك. شكله هذه المرحلة لازم تكون سريع فيها، ما تنتظر انه الاشياء تصير زي كذا. تشوفون يعني تتحرك. انتبه انتبه من هذا. ايوه طيب ها على طول انطلق. على طول على طول. ايوه حلو. ايش اسوي؟ هذه هذه شكله اخذها. سريع سريع خذها. يهو يهو كيف؟ وحط لك اشواك عشان تموت فيها وترجع زي الكل. ركز. ايوه حلو حلو تمام. حطها هنا وانقز. يا سلام الباو. افجر عشان النجمه. ها احسه في مقلب ما ادري ليه، احساس بس. طيب ها ابلع النجمه. بسم الله بسم الله. يلا يلا حرك 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 حرك. لا ها سريع سريع. لا ايش اسوي ايش اسوي؟ يلا بسم الله بسم الله. ها ركز بس يا بندر. ممكن اسوي كذا حاجه، اسوي اي شيء اي شيء. سوي سوي اي شيء. يا اخي انقلع انقلع يا سنجوبي. ايش فكر يا بنت فكر خارج الصندوق. والله ما ادري ايش اسوي الصراحه. خلى ذا هنا. دور طريق اي شيء. يا حيوان يا حيوان. هم الحمد لله انا ذكي. طيب انتبه من البي سويتش. اخذ معي واحد احتياط. او ماي جاد. هي هي دقيقه والله ذي صعبه.
اوه تشيك بوينت. الحمد لله الحمد لله. اوكي فجعت. طيب ايش سوي؟ ها سري اي حاجة. انتظر ذا عنايو انتظر. طيب طيب ايزي. هذه تسوي لها كذا. اوه اختفى. شلون اختفى؟ ده مستخدم جلتش ولا ايش؟ ها كذا. اوكي اوكي حلو. طيب يلا انتبه بس. اوه ماي جاد. والله انك كريه. والله انه كريه ذا. بس كذا غط علي الطريق ومشى. لكن ما عليه نتعلم من هذا. والله جالس ما يعلمني دروس في الحياة. جالس يلطمني. هذا اللي انا احسه به حاليا يعني. ها ايوه كذا تمام. شوف كيف تدخل مسوي حاجة ترونك. ما ادري ايش مسوي. طيب كمل طريقك بس اهدى. فكر خارج الصندوق. اوكي خلاص ما في الا هذا الطريق. يعني لو اموت وفاء يقول روح يسار روح يمين على طول ما بدون اي تفكير. ايزي تشوفون كيف. يعني ما يحتاج. انتبه منه انتبه. والله اني حسك. والله اني حسك. طيب اهدى دقيقة ابلع. ايوه طيب ايش في ذحين؟ الباو هذا. هي لو اخذت الباو حندعس ولا؟ والله راح اندعس يا جماعة. ايش اسوي؟ او ماي جاد. اوه دام حشرني. ابلع اوكي ايوه فجعت يا جماعة. هذه المرحلة فجعت بس. طيب ما في ايش سري. يلا الباب. واه حرام عليك يا اخي. يا حرام عليك. خلينا نجرب نروح هنا نشوف ايش. اوه في نار. بس النار راح استفيد منها ولا لا؟ دقيقة والله تصدقون ممكن. دقيقة تأكد قبل ما اخذ. ليش تضحك؟ اوه يا الكل. دقيقة اقدر اسوي ريست مدري ايش صح؟ بليز مان. لا هي انا جيت من هنا. ايش في؟ يا اخي كريه يا جماعة. بس كذا حاط لك حفرة تموت فيها. كذا وبعدين كذا حلو. ايش؟ ناسي ايوه اوكي. طيب ايش اسوي؟ اوقفه ولا ايش بالضبط الخطة؟ ما ادري. دفه. اوه صار سريع معليش على الدف معليش. دقيقة. هي ما نقدر. لا ايوه اطلع هنا. ياهو اطلع. ما يطلع يا جماعة ما يطلع. ايش اسوي؟ ما يطلع. ها اوه طيب لو رجعت. اوه ماي جاد فجعني. طيب ارجع الباب سوي عادة. اوح يا جماعة صح. بس انا رحت يسار. ايش اللي صاير؟ هذه المرحلة فيها جن والله. مو مضبوطة ذي المرحلة ترى. فيها اشياء غريبة تصير جاهز. اوكي يا الله نسيتو. انا ايش سوينا؟ انتبه ايوه لو رجعت ايش يصير؟ خلاص يعني انحلت هي. ايوه شوفوا كيف حاجة غريبة. طيب في حق الطيران؟ ما في الا هي اصلا. لو رحت الجهة الثانية احس موت ولا؟ اوكي صح ها؟ حلو. يقول طير مدري ايش. طيب دقيقة اطير واضغط زد هذه كذا يعني. اوووو لا حول ولا قوة الا بالله. بس لا حول ولا قوة الا بالله من ذي المراحل البيض. يعني صراحة شوف مشيناها 50,000 مرة خلاص. في البداية قلنا ما يحتاج حلوة ده مقالب حلوة ذا بيض صارت ترى. سو مقلب مو 70,000 مقلب. اوه كذا الصح. اوكي حلو يا سلام مشيت فيها ديم. طيب يقول لي النجمة هذه واضحة انه ما تروح للنجمة. اوكي لازم تروح للنجمة. لازم صح؟ ما اقدر اخذها كذا بدون ما انزل يعني. كمان من التشيك بوينت هنا لا تجلطني. اوه ماي جاد والله اني عارف انه ما قلت. اوه كلبي اوكي سريع.
سرير يا جلطة. والله المرحلة يا جماعة جلطة. ها ايش في؟ يلا بسم الله بسم الله توكل. تشيك بوينت موجودة، هدي بس هدي. طيب سوي كذا ايزي. يا شوفوا تحت دروس الحياة. ها الله يقطع الراس. هنيك يعني صراحة هنيك على المقالب البيض. ها بسم الله. يا سلام يا الله شو هذا الباب اسحب عليه. احس النقزة يا شباب صعبة هذيك يعني، فما ادري هل هي صح ولا لا. اجرب الباب يعني ولا لا؟ هذا هو السؤال. لا دقيقة دقيقة دقيقة، شوفوا اقدر اشوف. تحت الحمد لله، شفت تشوفون هنا في الطرف موت. فالحمد لله انا يعني ما فكرت حتى اني اروح اصلا. طيب هذا حيفعل شيء الله يستر. لا حول ولا قوة الا بالله، بس اتوقع اني احتاجه عشان يوصلني فوق. لازم انقص بعدين كذا اجي وانقص فوق وبعدين اوصل. اوكي لازم اسوي كذا. ايوه خلاص تمام. في حاجة هنا؟ لا ما في. بسم الله. ايش اسوي؟ اوه دقيقة ايش اسوي؟ البوم ارميها كذا هنا. هاي ارميها. ايوه يا سلام ضبط. سريع سريع. لا لا كان لازم بسرعه وادخل باب. طيب ارمي هذا. ايوه خليك هنا بس. ها راح اجهز الباب هذا الاول. اوه مايك. دبسني في اول تشيك بوينت. انا السبب. لا انا السبب مو انتم ولا حاجه. انا ربي حطاه فيا يا جماعه، ربي حطاه فيا. كان ابغى اسوي مرحله واسوي ذي الحركه. والله ان الفكره في بالي من زمان. ان والله استاهل. لا ايش تفكر انك تخدع الناس؟ يلا اسال الكلب تكوع مره ثانيه تعيد الذا كامل يلا. لكن ما عليه تتفرجون معاي. والله ما اتعذب لحالي. ما اليدق. لا تفرج تفرج ان شاء الله اني اسويها بسرعه، ولا لو ما سويتها بسرعه هو حتتفرج معايا يعني. مو بس احسسك بالشعور يعني نفسه. كيف يلا حلو اطلع وارجع على طول. طيب حلو هذه بسيطة بس انه يطلع انقص كذا يعني وخلاص. اوكي حلو يلا سريع. اوه جبت مشروم ديم. طيب يعني عندي وقت. اخبار الشباب تمام؟ رجعنا للتشيك بوينت يلا. بس باقي العيال هنا. اوكي والله جالس اسويها بسرعة. ممكن انه عندي مشروم لفة. اوكي يا حيوان ما نزلت الدودة. هذه المرة الباب الثاني شبابة. الباب الثاني ركز يا بندر. مع اني والله اول مرة شفته بس ما ادري كيف يعني ما. طيب ها ايش سوي ايش سوي سريع. في حاجة ارجوك لا يكون في مقلب زيادة ارجوك. شكلها خلاص المرحلة صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا والله باقي. ايش ايش في حاجة تطاردني؟ ها انقز. بسم الله بسم الله. اوه ايش 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 ذا؟ بسم الله الرحمن. طيب انزل. بسم الله بسم الله بسم الله. اوه الفوز. يس يس مرحلتك بيض حلوه بس مقالب بيض. ما ادري حتى ايش شعوري لما دبسني في التشيك بوينت الاول، لكن استاهل نجمه يعني. المفروض هذا اللي المفروض يفتح قناه مقالب. اوه ماي جاد 13 دقيقة نجمة بلا نفس. لكن يلا المرحلة اللي بعدها يا شباب من ميني سعود يقول صممت لك مرحلة جديدة ان شاء الله تعجبك، عبارة عن مهمة كل مهمة فيها تحديين صغار، تجمع المفاتيح عشان الفوز، غلطة واحدة تموت، لا تخاف في تشيك بوينت، بس اكيد لازم انك تفعل التركيز التام. اوكي اسم المرحلة يا جماعة مين ام ديد مين.
لعبوا المرحلة 20 شخص نسبة الفوز 2%. يلا هذا العدو يا شباب. اوكي طيب 5 تحديات. ها يلا اول تحدي ريشة. والله اوه ماي جاد. طيب ايش هاي؟ اوه دقيقة شفت الشوك؟ حلو اني شفت الشوكة. طيران، يعني الطيران انتم تعرفون، ما يحتاج حتى اقول انه لعبتي. بسم الله مرة اخرى. يا سلام يا طيب بسم الله. اوكي يا والله كذب يا جماعة، دقيت انا فيها ولا لا؟ حسيت اني بعيد يعني شو. يلا بسم الله يا سلام يا سلام. اوكي ضبطنا خلاص خلص التحدي. هي دقيقة ايوه لا خلاص ولا لا؟ اوه لا دقيقة طيب هذه توقع لو سويتها كذا. اوه بليز مان بليز ياه اصلي اوكي سيك بوينت الحمد لله. حلو نخلص تحدي الامور في السليم. حلو خلاص ما عاد نهم باي حاجه ثانيه. يلا التحدي الثاني هذا يعني زي هذا ما ياخذ وقت يعني. خلاص انتهى ولا اوكي اوه ماي جاد. لا تقول لي هذا لازم، لا ما اتوقع اني اشيله معايا. اوه ماي جاد هذا ايزي ها كذا تسوي. والله التأثير جلطة. يهو اهدى يا بندر بس. يا سلام شوف كيف راح اضبط هذا الحين. خلاص فهمت التأثير هذا. عيوني والله صار لها حال. ايش ذا الصوت؟ تسمعون؟ صوت طائرة يا جماعة. دام يا الله يا الجلطة. اوه ماي جاد. بسم الله. يا اوكي خلصنا الحمد لله. يلا طيب والله هذه صعبة يا جماعة التأثير ذا. يلا التحدي الثالث. ايش نسوي؟ هذا ارجع له. اوه دقيقة النيران لا تاكلني بس. طيب اوه يهو لازم شكله اكون سريع مرة قبل ما تنزل النيران ولا كيف؟ ايوه على طول. لا ما ينفع. ها سريع. طيب فوق يا ايوه حلو. ايش هاي؟ لا دقيقة اوه ماي جاد. طيب خلاص كذا انخبزت ولا شوف كذا. ايوه هذه غلطة مني. دقيقة اقدر اعدي؟ لا ما اقدر. اهم حاجة عرفنا الكونسبشن نفسه يعني. طيب خذ يا راس ماري يا اخي انت راسك ايش ذا الراس يا اخي؟ لو رجعت وذا ممكن تضبط يعني. ان شاء الله والله رجع من جد. ديم طيب دقيقة لا اهدى. في ثلج سوي كذا عشان اثنين يتوفون تمام بعدين. اوه هذا لازم رجعة 100 يا الله. حط ذا هنا يا اخي. حط يا اخي اوكي. يا سلام عليك. ها دحين الروحة بس هذه ايزي ما مت فيها ان شاء الله. يا سلام خلاص يلا ان شاء الله اني ما احتاج بي سويتش ولا شيء. اوه ماي جاد اوه ماي يا الله يموت الجلطة. راح انطلق على طول ما اعطي فرصة. ايوه حلو. ها ايش؟ بليز مان بليز ايوه ارجوك كل ما احتاج القنابل. واو دمر لي المكان اللي اتمشى فيه. دقيقة شوف الفن. فن الزمن. احس اني ما انا فاهم التحدي. احتاج القنابل بس ايش بالضبط؟ خذ البي سويتش. انطلق. لا تفعل البي سويتش دحين. انا خايف بس من هذه القنبلة. خايف من هذا. لا حول ولا طيب
دحين اخذ راحتي. واحد يتكلم كف. دقيقه خذ هذا. ايوه دقيقه البيسويتش خلك هنا. ايوه حط هذا هنا. استم تم تم، مع اني ما اتوقع ان التحدي هو يقصد كذا، بس تم. اهم حاجه اهم حاجه خلاص. الله التحدي الرابع. والله الثالث تاخرت فيه مره ترى. يهو لا سريع سريع سريع. ايش اسوي؟ ما انا فاهم. اخذ حبه وبعدين اوكي. يا سلام يا سلام، ايش اسوي؟ سريع. اوه اوه الجلتش هذا يا جماعه. طيب نجمه سريع. يلا يلا. لا لا ارجوك ارجوك انها ما تكون مره دقيقه ارجوك. بليز. الحمد لله الحمد لله لك. طيب اوكي. اي في حاجه هنا سر. ما الذي يوجد هنا يا ترى؟ ها ما الذي يوجد هنا؟ تقول لي مفتاح سري. ايش ايش؟ دقيقه نجمه. طيب ايش؟ ارجع يا غشاش. هي لا كم اون مان بليز لا ارجوك ارجوك. والله ما حد اخش والله. حسبت انه مكان سري للفوز. والله يلا التحدي الخامس. اوه هذا هذا جلطه شويه لكن لعبتي طبعا يعني. ولا لو مو لعبتي ما كان يعني مشيت فيه بهذه السرعه. شوفوا كان بي سويتش نفعل وننطلق. ها يلا سريع سريع. اوه لازم قبل هذا لازم كان يمديني اسوي اللفه. يا شباب هذا اهان المهنه اللي انا اشتغلها فايش ماي لايف. كيف يسابقني ذا؟ ورع ايوه ايزي يا رجال. خلصنا؟ يا سلام اوكي اوكي. ها تتوقعون في تحدي اخير ولا خلاص؟ ولا فوز؟ يلا بسم الله. والله اني خايف. حتى الرقصة ضاعت علي يا جماعة. طيب يا سلام يا الفوز. الله الله ديم ديم مكتوب. وحبتين عليها ماري. والله المرحلة رهيبة. هنيك يا مني سعود يعني. يا ليت ان البيك سعود يتعلم منك يعني. مراحل حلوة مو جلطة شوي. اوكي بس شباب نوصل لنهايه الفيديو. اتمنى انكم استمتعتم معاي بحلقه ماريو وان شاء الله المرات الجايه العب مراحل اصعب. مراحل هذه الحلقه حسيتها يعني حلوه مو مره صعبه، فيها جلطه شويه بس انه يعني حلوه، في يعني تستمتع وانت تلعب مو كل شويه موت موت. ايش رايكم الحلقه الجايه من ماريو؟ تبغون اني العب مراحل من الهاشتاج ولا اني العب مثلا تحدي السوبر اكسبرت ولا حاجه؟ راح احط لكم تصويت. اتمنى انكم استمتعتم. لا تنسوا تقيموا المقطع وتعطوني لايك ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه. فتحت الباب ولا سمعتم صوت فتحت الباب ولا لا؟ كمت.